من التغيرات المحتملة بعد الولادة هي التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية للمرأة، وهنالك أيضا مضاعفات محتملة الحدوث من ضمنها لا قدر الله الوفاة المرتبطة بالنزيف. النزيف بعد الولادة الذي قد يقود في نهاية المطاف إذا استمر دون تشخيص مبكر وإسعاف طارئ إلى الوفاة، حيث أن نصف الوفيات المرتبطة بالحمل تحدث للأسف بعد الولادة. للحديث عن الإسعافات الأولية في هذه الحالة تنضم لنا الدكتورة أسيل أبو دقة، مقيمة نسائية. مرحبا دكتورة أهلاً أسيل. أهلا بك. أهلا دكتورة أسيل. بداية لما نتحدث عن نزيف ما بعد الولادة، نزيف الرحمي المفرط، كيف نميز علامات وما هي أعراضه الواضحة للمرأة؟ النزيف بعد الولادة علاماته زي علامات أي نزيف بأي مكان بجسم الإنسان. مبدئيا أول إشي بدي يكون اللي هو هبوط بضغط المرأة، بصير عندها تسارع بدقات القلب بسبب النزيف. ممكن تتشخص كمان عن طريق فحوصات الدم، لأنه نسبة الدم بتكون قليلة لأنها نزفت المريضة. وبتصير في شحوب بلون هذا، بصير عصفار لونها أكثر. هاي الحالات مع طبعا نزيف مستمر غير متوقف، هاي من علامات انه بعد الولادة. طبعا من نحكي احنا تقريبا يشابه للنزيف الرحمي اثناء الدورة الشهرية. مزبوط، بس الفرق انه هو بيكون ما بعد الولادة، يعني بنحكي عن فترة انه بلحظة الانجاب لحدية 12 اسبوع بعد الولادة، اللي هي هاي فترة النفاس. طيب انت تحدثتي عن اعراضه وملامحه بصورة عامة، ما هي العلامات التحذيرية التي قد تنذرنا بضرورة اللجوء إلى مقدم الرعاية؟ هلا أول إشي إحنا بنحكي عن امرأة إنه بعد الإنجاب، سواء صحيح. كان طبيعي أو كان عن طريق عملية قيصرية. هلا اللي بيزيد عوامل النزيف عنا، ممكن إنك أنت من قبل ما إنها تولد المرأة تقدري تحددي إنه في احتمالية إنه يصير معها نزيف، زي اللي هو أصلاً لحتى نلتجأ لعملية قيصرية. إحنا في عنا أسباب معينة، أسباب العوامل اللي بتخلينا نروح لعملية قيصرية هي العوامل اللي بتزيد من نفسها، اللي بتزيد من إنه أسباب حدوث نزيف بعد الولادة. مشان هيك إحنا الحالات نحن لن نتحدث الآن عن عوامل خطر، إنما سنتحدث عن العلامات التحذيرية، متى نلجأ إلى مقدم الرعاية الصحية. يعني نقول الآن رح تلجأ المرأة للطوارئ. أوكي، لمجرد إنه إحنا يصير معنا نزيف مستمر غير متوقف مع وجود كتل مع الدم، وإنه نحكي إحنا عن مثلاً خلال ساعة كاملة النزيف ما عم بيوقف، كميته كتير أكتر من إنه يكون نفاس. اللي هي النفاس يعني تقريباً بيكون زي دم دورة شهرية طبيعية. نفس الكمية، إذا زاد عن حدها، هلأ هون إحنا بنحكي إحنا عن نزيف. هلأ إحنا في له تعريف مرتبط بتوقيت معين؟ هلا نحن بنقسمه لنوعين، انه ممكن يكون اللي هو بنسميه برايمري وسكندري. اول وثانوي. الاولي بيكون اول 24 ساعه من بعد الانجاب مباشره. مزبوط. بعد 24 ساعه لحد 12 اسبوع من بعد الولاده، هون احنا بنحكي ثانوي. من الاخطر؟ الاكيد الاولي، لانه هو بلحظتها عم بيصير، السبب موجود. انت تحدثتي عن عوامل الخطر سابقا، رح نرجع لهذا السؤال. من ضمن عوامل الخطر أعتقد طبيعة هذه الولادة، كيف تمت الولادة القيصرية، قد تستهلك من المرأة دم ضعف كمية الدم. مزبوط. الموجودة. مزبوط. أو التي تستنزفها خلال. مزبوط. الولادة المهبلية. هو التعريف الطبي. هنالك عوامل خطر ثانية دكتورة؟ تمام، أحكي لك. هلأ التعريف الطبي أساساً لنزيف بعد الولادة هو أنه تنزف المرأة إذا بعد ولادة طبيعية أكثر من 500 مليليتر. من دمها، و 1000 مليليتر بعد عملية قيصرية. الطبيعي أنه هو ضعفه. هلأ إذا أكثر من 500 بعد ولادة طبيعية وأكثر من 1000 مليليتر. 500 أو 1000 على مدار كم؟ خلال الولادة. خلال الولادة. خلال الولادة. نحن عم نحكي أنه إذا نزفت خلال 1000 بالعملية مثلاً، عملية قيصرية. هذا نعتبره طبيعي. أكثر من هيك إحنا بنحكي عن نزف. إذا ممكن نزيف أيضا يحدث أثناء الولادة. هو أساسا من أول ما تبلش إنه مرحلة الولادة ممكن تتم الولادة بشكل طبيعي، إلا أنه بعد الولادة تتفاجأ المرأة بإن صار عندها نزيف. مزبوط.
في حالات زي مثلا التهاب بالرحم ممكن يصير بعد الولادة بسبب مثلا إذا استخدمنا زي ما نحكيها شفاط أو المعجم إنه نستخدم أدوات لمساعدة إنه خروج الطفل. فوقتها هاي ممكن تزيد من نسبة الالتهاب بالرحم. التهاب الرحم هو من الأسباب الثانوية لإنه يصير عندنا نزيف بعد الولادة. في أمراض ممكن تكون المرأة مصابة فيها أثناء الحمل؟ أكيد، إذا عندها مشاكل بتميع الدم، عندها أي مشاكل بالتخثر، مثلا إذا صار عندها ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل بيزيد نسبة إنه يصير عندنا نزيف بعد الولادة. إذا في عندنا مشاكل أصلا مثلا بالرحم، شكل الرحم، يعني طبيعة، هلا في بعض النساء في عندهم مثلا شكل الرحم بيختلف عن الطبيعي، هذا بيزيد مثلا المشيمة نفسها، إذا كان انزراع المشيمة مثلا كانت مشيمة سفلية بتزيد من نسبة النزيف، أكيد بتزيد من نسبة النزيف خلال الحمل وبعد الولادة. عظيم. دكتورة، الآن بما أننا تحدثنا عن عوامل الخطر وأعراض والعلامات التحذيرية من النزيف بعد الولادة، كيف نتعامل مع النزيف بعد الولادة؟ هلا أول إشي إذا صار، يعني أي امرأة ننصحها صار معها نزيف هي حاسة كمية الدم زيادة، نعم، على طول تروح على الطوارئ. أول إشي إحنا بدنا نتأكد منها إنه ما كمية النزف قد إيه صارت. هلا أول إشي طبعا زي أي مريض جاي على الطوارئ سواء بنزيف مغيره، إحنا أول إشي بنشوف علاماته الحيوية، نعم، إنه حالة المريض بشكل عام كيف. هلا اذا علامات الحيويه، هلا هو بحاله النزيف القوي نحكي بصير عندنا احنا هبوط بضغط الدم، بصير عندنا ارتفاع بنبضات القلب، اول شيء بنعمله بدنا نعوضها، بدنا نعطيها سوائل، بعدين بدنا اول شيء بدنا نعرفه انه قديش نسبه دمها، خاف يكون نسبه الدم قليله تدخل بحاله شوك لا سمح الله اللي هي تؤدي الى وفاه، هذا عامل جدا مهم، لذلك أكيد. دائما الاطباء بيركزوا اكثر شيء في الخطة الصحية ما بعد الولادة قوة الدم. أكيد. هلأ نحن بنحكي عن النزيف، فإحنا بدنا نشوف كيف قوة دمها، عشان أول إشي نعمله نجهز ستاند باي نحكي دم جاهز، نعم، إذا اضطرينا لنعطي دم للمريضة نعطيها سوائل، نعم. سبب نشوف شو سبب النزيف، لأنه في أسباب متعددة، ممكن اللي هو أهم سبب للنزيف بعد الولادة اللي هو الموست كومن كوز نحكي اللي هو استرخاء الرحم. استرخاء الرحم إذا كان إنه هاي المشكلة بدك تعطيها يوتروتونيك ايجنتس اللي هما بيساعدوا يحفزوا الرحم على الانقباض، بكون الرحم، هلا نحن الرحم لازم بعد الولادة نتأكد إنه عم بنقبض بشكل منتظم نحكي، أو نحكي إنه منقبض منيح والكونتراكتد، عشان يرجع لوضعيته ما قبل الولادة اللي هو ينزل بالحوض يكون وضعه تمام. إذا الرحم كان مش منقبض له استرخاء بالرحم هو أحد أهم سبب للبرايمري النزيف الأول، بصير عندنا إنه هذا بدك تعطيها وقتها إنه مثلاً يوتروتونيك ايجنتس في إنه أدوية معينة. كم فترة إقامتها في المستشفى إلى حين تعافيها من النزيف، وهل يمكن السيطرة عليه؟ أكيد. هلا اذا كميه النزف مسيطر عليها، تدخلنا بالوقت المناسب، اكيد انه ممكن انك تقدري توقفي، تعرفي شو السبب. خلال فتره دكتوره كم؟ هلا ما في فتره، انه حسب شو سببها، يعني مثلا سببها انه هلا كمان حسب كيف طبيعه العلاج اللي اعطيتيها اياه، نعم. يعني مثلا اذا صار عندنا استرخاء بالرحم، في مرضى بيمشوا مع مثلا انه تعطيها علاج، نعم. في مرضى العلاج ما بيمشي، تخوف دكتوره تقول انه انا اذهب للدكتور الان او قسم الطوارئ، لدي طفل جديد، من سيعتني فيه، من سيولي الرعايه والاهتمام اللازمين؟ هذه الفكرة قد تثير الخوف والهلع لدى المرأة، خصوصا في الفترة الأولى من ولادتها، إنه بدها تهتم بولادها ترجع على البيت، يعني هي تتخوف من إنه أنا أروح لقسم الطوارئ مثلا، ممكن هل ممكن إني أبقى لمدة أيام حتى يسيطروا على النزيف وأبقى تحت المراقبة؟ هلا النزيف لحد تسيطر عليه أهم إشي إنك تسيطري بأقصر وقت ممكن. عظيم. لأنه تسيطري على مدة أيام، نعم، إذا ظلت أيام بتنزف هون إحنا هون عم ندخل بخطر أكبر. تبقى تحت المراقبة فترة طويلة في المستشفى؟ هلا إذا مثلا قعدت يوم والنزيف وقف وأمورها تمام، ومثلا كانت بحاجة دم أعطيناها، كانت بحاجة علاج معين أعطيناها وأمورها تمام، بتقدر إنها تروح، بس إنها تضلها تحت المراقبة. في علاجات دكتورة في البيت ممكن تلجأ لها وأساليب معينة للسيطرة على النزيف قبل وصولها للمستشفى؟ برجع بحكي انه حسب شو سبب النزيف، نعم، لانه احيانا اذا كانت مجهوله السبب، هلا
يعني ما في إشي اسمه نحكي مجهول السبب، على الأقل بالنسبة للمريضة. بس إحنا منحاول محا، ما بقول لك أنت بتبلشي بعلاج، نعم. ممكن بآخر المطاف إحنا نوصل ما زبط كل اللي قبله نوصل لعملية جراحية. الحل الأمثل لعملية نزيف، لحالة نزيف بعد الولادة، هو عملية استئصال رحم. ممكن احنا بنحاول نتفاداه على قد ما نقدر، نعم. بس هو الحل نقدر نحكي الديفينيتيف مانجمنت، لا لا قدر الله في نهاية المطاف، لا قدر لا لنزيف بعد الولادة، إسعاف المرأة وإنقاذ حياتها عشان ما نوصل لحالة إنه استئصال رحم. وأهم إشي مراقبة الحالة بالضبط، اللي هي مراجعة الطبيب بشكل دوري أثناء الحمل، لا ينتهي بانتهاء الولادة. أكيد لا ينتهي، نعم. بانتهاء الولادة، ما بعد الولادة لحد ما تنتهي فترة النفاس يفضل أنه تضلها تراجع الطبيب بشكل دوري. صحيح. شكراً لك دكتورة أسيل أبو دقة على المعلومات اللي قدمناها لمشاهداتنا. يعطيك ألف شكراً. أهلاً.